السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم نفسي، أنا صديقكم القمر. عندما أكون على هذه الصورة أسمى هلالاً، وسأحكي لكم حكايات جميلة في شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فالناس فرحون بقدوم هذا الشهر الكريم. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة. ذهب داني برفقة أخته لونا إلى النادي لقضاء بعض الوقت هناك. قرر داني أن يحصل على لعبة لونا عن طريق الكذب والتظاهر بالمرض. بدا الارتباك واضحا على وجه داني، لأنه عرف أن ما فعله حرام وأن الكذب يبطل أجر الصيام. شعر داني بالخجل من تصرفه الخاطئ، وبدأ يستغفر ربه. أعاد داني اللعبة لأخته ووعد بألا يكرر هذا التصرف. ستشرق الشمس بعد قليل وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياما مباركا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.